السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. نحن اليوم في درس أخير لاختبر ذكائك. تطرقنا في 3 دروس سابقة لدرس الضمائر، وتحدثنا مرارا أن هذا الدرس وكل ما يتعلق بالضمائر هو في حقيقة الأمر من أهم الدروس في اللغة الإنجليزية. إذن أعتقد أنه شرحنا سابقا ما هي الضمائر السبعة، كيف تستخدم، ما هي الأفعال المساعدة التي تأتي مع الأفعال التي تأتي مع الضمائر، عفوا، الإز والأم والآر. وأخذنا في درس آخر أيضا كيف نكتب الأسئلة مع الضمائر، كيف يجب أن يكون الإز في البداية أو الآر في البداية إذا أردت كتابة سؤال. اليوم نختبر ذكاءنا، هل في دروسنا السابقة هل فهمنا هذه الدروس، أو هل هناك مشكلة أو بعض الأمور التي تحتاج إلى تصحيح؟ في بعض الأحيان لا يكون لديك القدرة على معرفة هذه الأمور إلا إذا أخضعت نفسك لاختبار. وبالتالي اختبارنا اليوم سيكون عبارة عن 18 سؤالاً، وسيكون متعلق بالضمائر فقط، لن نتطرق فيها إلى أفعال لأننا في هذه القناة سنأخذ الأمور بالتسلسل. نحن الآن في درس الضمائر، وهذا هو آخر شيء فيما يتعلق بالضمائر كي ندخل في دروس أخرى. إذن إذا كنت مستعد للاختبار، حاول أنه تعرف ما هي الأخطاء التي أخطأت فيها، أين أصبت، وما هي الأمور التي تحتاج إلى تصحيح. وبعد الاختبار بإمكانك العودة إلى الدروس مرة أخرى ومشاهدتها، وبالتالي تصحيح هذه الأخطاء. إذن سنبدأ على بركة الله بالأسئلة. سنبدأ بالدرس بالسؤال الأول. إذن الإجابة للسؤال الأول، الإجابة الصحيحة هي are. The books are. إذن الإجابة الصحيحة هي is. إذن الإجابة الصحيحة هي R. الإجابة الصحيحة أيضاً هي R. الإجابة الصحيحة وطبيعة الحال أيضا R.
الإجابة الصحيحة هنا أم. الإجابة الصحيحة كانت is. الإجابة الصحيحة كانت is. الإجابة الصحيحة كانت R. هنا الإجابة الصحيحة كانت R. الإجابة الصحيحة هي is. الإجابة الصحيحة هي is. الإجابة الصحيحة هي R. الإجابة الصحيحة كانت is. إذن الإجابة الصحيحة هنا كانت R. إذن
الإجابة الصحيحة كانت R. الإجابة الصحيحة هي is. الإجابة الصحيحة هي R. إذا كانت هذه هي الأسئلة. كانت هذه هي الأسئلة، و إذا شعرت أن هناك أخطاء ارتكبتها بإمكانك العودة إلى الدروس السابقة التي أخذناها، أو إذا كنت لديك أي شكوك في بعض الأسئلة أو بعض الإجابات شاركني في التعليقات، وسأرد بإذن الله على أي استفسارات كانت لديكم. إذا بهذا الاختبار اليوم نكون أنهينا تماما درس الضمائر وكل ما يتعلق بالضمائر، وإن شاء الله في درس آخر سنتطرق لأمور جديدة متعلقة باللغة الإنجليزية، سواء بالكلمات أو بالقواعد أو ما إلى ذلك. فإذا أردت فعلا أو إذا كنت مهتما بتعلم اللغة الإنجليزية وترغب بتعلمها، فبكل تأكيد شاركنا في هذه القناة، وبإذن الله سأكون على تواصل دائما معكم، وسنأخذ المزيد والمزيد من الأسئلة. حتى ذلك الحين I will see you next time إن شاء الله. So have a good time and thank you very much for watching. Bye bye.